جامعه تتقدم في مضمار التصنيف الدولي، وهذا التقدم قائم على جوده العمليه التعليميه والعمليه البحثيه والسمعه العلميه. لا يمكن ان نغامر بكل ذلك من اجل تقديم الامتحانات و تقليل الفصل الدراسي بمسمى ان احنا في رمضان شهر عمل، شهر جهاد، شهر انتاج، ولذلك كل الثقافات التي تحبط من همم المصريين وتجعل من شهر رمضان شهر نوم وشهر اكل وشهر تبذير لابد ان تواجه بالفكر والعمل والامتحان في رمضان.